متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم آخر تحديثات الأحوال الجوية الخاصة بهذا المنخفض الجوي العاصف والمصنف بالدرجة الرابعة. طبعا تقترب الآن المملكة من تأثيرها أو بدء تأثرها بالذروة الثانية لهذا المنخفض الجوي. سنبدأ صور، طبعا دائما النشاط سنبدأها بصور الأقمار الاصطناعية والتي تشير إلى دوران واضح للسحب حول مركز هذا المنخفض الجوي العميق كما يمكن ملاحظته. هذا منخفض الجوي وبعمقه يتمركز إلى شمال تقريبا شبه جزيرة سيناء بالقرب من منطقة العريش، وبدأ الآن بالتحرك باتجاه قبارة السواحل الفلسطينية ليصل إلى المناطق المقابلة لهذه السواحل الفلسطينية مع ساعات هذه الليلة، ومن ثم يدخل إلى داخل المملكة خلال ساعات هذه الليلة بمشيئة الله تعالى. في حول هذا المنخفض الجوي العميق سحب ممطرة وتؤدي إلى هطول أمطار في مناطق واسعة من المملكة. يتوقع خلال ساعات هذه الليلة أن تزداد غزارة هذه الأمطار بشكل لافت، كما يتوقع أن تزداد سرعة الرياح في بعض مناطق المملكة. نستعرض سوية ما هو متوقع خلال ساعات هذه الليلة. إذن خلال ساعات مساء هذا اليوم كما تلاحظون هذه المنطقة الخالية من الهطولات المطرية تقريبا تشكل مركز المنخفض الجوي، وحول هذا المركز هناك كميات وافرة من الأمطار تدخل بشكل تدريجي إلى مناطق مختلفة من المملكة. كلما تقدمنا في الوقت خلال ساعات هذه الليلة تستمر وتدخل هذه الأمطار إلى الداخل، تكون غزيرة هذه الأمطار في بعض المناطق لا سيما الغربية من المملكة والتي تقع على طول سلسلة المرتفعات الغربية والتي تتضمن بها المدن الرئيسية. خلال ساعات فجر يوم غد السبت هناك أمطار غزيرة جدا متوقعة على المنطقة الوسطى والجنوبية في المناطق القريبة أو مناطق تشمل محافظة الطفيلة إضافة إلى الكرك، أجزاء من العاصمة عمان بالإضافة إلى أجزاء من جبال الشرق، وذلك نتيجة تمركز المنخفض الجوي بالقرب من مدينة إربد ودخول هناك، وبالتالي التيارات الهوائية تضرب بشكل أساسي هذه المناطق مع ساعات فجر يوم السبت وبعد منتصف هذه الليلة. وتستمر الأمطار بالهطول خلال ساعات صباح يوم غد السبت كما تلاحظون في أجزاء واسعة من وسط وجنوب المملكة، وتكون غزيرة فوق جبال الشرا في المنطقة الجنوبية. مع دخولنا في ساعات النهار تبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات مطرية على طول الواجهة الغربية من المملكة، ولكن تبدأ هذه الفرصة بالتراجع التدريجي اعتبارا من ساعات مساء يوم غد. هذا الرسم يوضح بشكل ملخص ما هو متوقع خلال ساعات هذه الليلة، حيث كما أشرنا يتمركز هذا المنخفض الجوي خلال ساعات عصر الجمعة إلى الشمال من شبه جزيرة سيناء، وسيتحرك إلى قبالة السواحل الفلسطينية تقريبا مع ساعات مساء هذا اليوم أو ساعات هذه الليلة، ثم يدخل باتجاه داخل الأراضي الأردنية خلال ساعات الليلة القادمة وصباح يوم غد. وبالتالي هذا المسار وهذه الحركة لهذا المنخفض الجوي العميق والعاصف ستؤدي إلى هطول الأمطار في مناطق عامة وشاملة في معظم مناطق بلاد الشام، هي متفاوتة الشدة باللون الأخضر، إنما اللون الأحمر هي المناطق الأكثر عرضة لحدوث أمطار غزيرة. طبعا نعود ونكرر بأن الذروة الثانية لهذا المنخفض الجوي تتطلب المزيد من الانتباه، وهناك بعض التنبيهات يجب الأخذ بعين الاعتبار بها، سيما موضوع تشكل السيول وجريان الأودية. هطلت أمطار غزيرة الليلة الماضية، الأرض متشبعة بالأمطار، المزيد من الأمطار سيحدث جريان سريع للأودية وتشكل للسيول. أيضا الأمر الآخر هو من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض خلال ساعات هذه الليلة، كما يستمر التنبيه من خطر ارتفاع الأمواج في منطقة خليج العقبة حتى ساعات مساء هذا اليوم. تابعونا دائما ليصلكم كل ما هو جديد حول الأحوال الجوية. أتمنى لكم جميعا مساء سعيد أينما كنتم، إلى اللقاء.